أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. رابطة الأندية المصرية المحترفة طرحت استفتاء للجماهير لاختيار أفضل مدير فني في الموسم اللي فيه الدوري. اختارت رابطة الأندية 4 مدربين، أولهم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، وعلي ماهر المدير الفني السابق لفيوتشر والحالي للمصري، وباتشيكو مدرب بيراميدز، وزوران مدرب الاتحاد السكندري السابق. فريق النادي الأهلي اختتم مرانه الجماعي في معسكر إعداد الفريق في النمسا. قام الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر بتقييم اللاعبين أو بتقسيمهم لمجموعتين خلال التدريب. قامت المجموعة الأولى بأداء تدريبات بدنية خفيفة جوه أرضية الملعب تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني، والمجموعة الثانية من لاعبة الفريق أدت تدريبات داخل الجيم تحت إشراف مخطط الأحمال. ومجلس إدارة الأهلي كلف العمري فاروق نائب رئيس النادي برئاسة بعثة المارد الأحمر في السعودية لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائر في السوبر الأفريقي، واللي هيكون يوم 15 سبتمبر الحالي في مدينة الطائف في السعودية. فترة إعداد فريق نادي الزمالك انطلقت استعدادا للموسم الجديد، وخاضت اللعيبة التدريب الأول امبارح على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني وجميع أعضاء الجهاز المعاون له بعد انتهاء فترة الراحة الصيفية. كمان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلن تعاقده بشكل رسمي مع جوني إيفانز خلال فترة الانتقالات الصيفية بعقد هيمتد الموسم واحد، وكمان أعلن التعاقد مع المدافع الأسباني سيرجيو ريجلون على سبيل الإعارة لحد نهاية الموسم الحالي قادما من توتنهام، وتعاقده أيضا مع التركي أتاي بايندر حارس مرمى فريق فنرباخشا لمدة 4 سنين مع خيار التمديد لسنة إضافية. لسه مع سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي، نادي تشيلسي أعلن تعاقده رسميا مع كول بالمر من صفوف مانشستر سيتي بعد ما وقع عقد مدته 7 سنين مع خيار التمديد لسنة إضافية. نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن بشكل رسمي التعاقد مع الدولي البرتغالي ماتيوس نونيز لمدة 5 سنين قادما من صفوف وولفرهامبتون. نادي ميلان الإيطالي كمان أعلن عن تعاقده مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش قادما من نادي فيورنتينا خلال سوق الانتقالات الصيفية، وده لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الموسم الحالي. وقع لوكا عقد بيمتد لحد 30 يونيو 2024. في الدوري الإيطالي في المباراة الافتتاحية للجولة الثالثة نجح فريق ميلان في الفوز على فريق روما بهدفين لهدف، سجل كل من أوليفييه جيرو من ركلة جزاء ورافائيل لياو هدفي اي سي ميلان، وسجل ليوناردو سينتازو هدف الوحيد لفريق روما. بالنتيجة دي ميلان في المركز الأول برصيد 9 نقاط وروما بنقطة واحدة في المركز الـ18. في الدوري الفرنسي النجم المصري مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي قدر ان هو يسجل هدف التعادل لفريقه مع فريق مارسيليا علشان المباراه تنتهي بالتعادل الايجابي 1-1 في افتتاح مباريات الجوله الرابعه من عمر منافسات الدوري الفرنسي. سجل اللاعب اسماعيل سار الهدف الاول لفريق مارسيليا في الدقيقه الرابعه من بدايه المباراه، وتمكن مصطفى محمد من تسجيل هدف التعادل لفريق نانت في الدقيقه 39، وبالهدف ده تصدر مصطفى محمد قائمة هداف الدوري الفرنسي برصيد 4 أهداف بالتساوي مع وسام بن يدر لاعب موناكو. في الدوري الألماني والمباراة الافتتاحية الجولة الثالثة واصل فريق بوروسيا دورتموند نتائجه المخيبة وتعادل مع هايدنهايم 2-2، وبالنتيجة دي رفع بوروسيا دورتموند رصيده لـ5 نقاط، حصل هايدنهايم على أول نقطة ليه في الدوري للموسم ده. ودلوقتي عودة مرة تانية لمصطفى وجمانة ومتابعة باقي فقرات صباح الخير يا مصر. عودة ليكم مرة تانية مصطفى وجمانة. شكرا لك يا آلة، شكرا.